السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض إن شاء الله في شرح أساسيات الجبر. قبل ما نبدأ في الجبر نفسه، فإحنا عايزين نعرف إن الرياضيات عامة بتنقسم لمجموعة من الفروع أو التخصصات. على سبيل المثال، إحنا عندنا تخصص الجبر، وعندنا التفاضل، وعندنا التكامل، وعندنا الهندسة، وغيرهم من التخصصات دي، كلها كده تعتبر فروع من الرياضيات. ولكن المهم هنا إن إحنا نعرف إن الجبر هو أساس العلوم دي كلها، أو أساس التخصصات دي كلها. علشان نفهم الموضوع تعالوا ناخد مثال. في التفاضل مثلا، احنا لما بنيجي نعمل تفاضل بنعمل تفاضل للدالة. الدالة دي ممكن تكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، ممكن تكون لوغاريتمات، ممكن تكون دالة أسية. طب أنا عشان أفهم المعادلة اللي من الدرجة الأولى، أو الدالة اللي هي تعتبر معادلة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الأسس أو اللوغاريتمات، كل الكلام ده أساسياته مشروحة فين؟ مشروحة في علم الجبر. وبالتالي انت لو فهمت علم الجبر كويس، ده هيسهل عليك التعامل مع باقي الفروع الاخرى. وده السبب اللي خلانا ان احنا نبتدي نشرح في علم الجبر. طيب مش بس كده، طبعا احنا في عندنا مواضيع تانية بيتم تدريسها في تخصصات تانية، زي مثلا في كلية التجارة هتلاقيهم بيركزوا جدا على المصفوفات او بيسموها المحددات، فده برضو موضوع رئيسي من المواضيع الاساسية بتاعة علم الجبر. هتلاقي مثلا الناس اللي شغاله في السوفت وير وفي البروجرامنج عامه، برضو من المهم جدا ان يكون عندهم اساسيات الرياضيات بصوره عامه كويسه، واهمها علم الجبر، وهكذا. وبالتالي احنا ان شاء الله هنبتدي نشرح الاساسيات ديت بالصوره اللي توصل لك المعلومه بدون ما تنفصل عن الحياه. بمعنى ايه؟ الرياضيات هي ماده برضو من المواد الممتعه، زيها زي الفيزياء على سبيل المثال، ولكن طرق التدريس هي اللي بتخلي الرياضيات ينظر اليها انها ماده صعبه. ليه؟ لان الناس بتحولها من ماده كانت في بدايه ظهورها، او هي ظهرت اساسا علشان تمثل الواقع في صوره رموز ومعادلات رياضيه، الى ان هم فصلوا عنها الواقع خالص، وبقت الرياضيات هي عباره عن رموز ومعادلات رياضيه فقط بعيدا عن الواقع. طبعا الكلام ده مش حقيقي، ومحتاج ان احنا نركز عليه كويس جدا. فاحنا ان شاء الله قدر المستطاع في الكورس او في الفيديوهات اللي هننزلها، هنحاول نوضح الغرض او الهدف من كل درس هنشرحه، ونحاول قدر الامكان ندي مثال من الواقع عليه، بحيث ان الناس تستوعب هي ليه الرياضيات نشأت، او ليه مثلا ايه فايدة المصفوفات، ايه فايدة الاسس، ايه فايدة المعادلة من الدرجة الاولى، ايه فايدة المعادلة من الدرجة الثانية. مش بس افهم ان دي معادلة من الدرجة الاولى، ماشي، كلنا سهل جدا ان احنا نفهم الموضوع ده، لكن اللي صعب فعليا ان احنا نقدر نربط الكلام ده بالواقع او بالحياة اللي احنا بنعيشها. طبعا مش كل المواضيع نقدر نربطها بصوره واضحه جدا بالحياه اللي بنعيشها، لان في مواضيع اصلا اتنشات علشان تساعد علوم اخرى، ولكن هنحاول برضو قدر الامكان ان احنا نجيب لك اللي يوضح لك الهدف من الموضوع. طيب ده كده بس مقدمه سريعه على الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها، او على الطريقه اللي احنا هنمشي بيها بالتحديد. يعني عايز اقول كمان ان الكورس مش مقيد بمنهج دراسي معين، يعني مش هقدر اقول ان الكورس ده مخصص مثلا للفرقه الاعداديه او الثانوي العام او التعليم المتوسط او غيره في الدول العربيه الاخرى، ولكن انا هشرح اساسيات علم الجبر من بدايتها، وهنبتدي نمشي لحد لما نغطي كافه المواضيع اللي موجوده فيها. يعني مثلا خد عندك المواضيع اللي احنا هنتكلم عليها، هي دي المواضيع اللي احنا هنتكلم عليها، وهيضاف اليها مواضيع اخرى كمان. فمثلا انا عندي في مجموعات الاعداد، ده موضوع صغير كده في البدايه، وبعد كده في العمليات على الاعداد. هيجي واحد يقول لي العمليات زي ايه؟ هقول له جمع وطرح وضرب قسمه، دي العمليات العاديه بنسميها ارثماتيك اوبريشن، اللي هي العمليات الحسابيه، لكن في عمليات اخرى احنا ممكن نعملها على الاعداد، هنشوف الكلام ده ان شاء الله. بعد كده بنعرف يعني ايه داله، ويعني ايه معادله، ويعني ايه داله من متغير واحد، ويعني ايه داله من متغيرين، ويعني ايه معادلات خطيه، ويعني ايه معادلات من الدرجه الثانيه، وبعد كده الدوال كثيره الحدود ايه معناها، وبنكتبها ازاي، وفايدتها، وازاي نحلها، و و الى اخره، ونشوف ازاي بنرسم الرسومات البيانيه، ويعني ايه تناسب طردي وعكسي، وايجاد الميل بتاعهم. في بقى مواضيع رأسيه كبيره شويه اكبر من المواضيع الفرعيه ديت، في عندي الاسس، وفي عندي اللوغاريتمات، وفي عندي المتتابعات، وفي عندي النهايات والمصفوفات، وهكذا. عندي مجموعه كبيره جدا من المواضيع في علم الجبر محتاجين ان احنا ندرسهم بطريقه تسهل علينا فهمهم، وبطريقه تخلينا ما نزهقش من الرياضيات. وبالتالي فانا عايز اكد اهوت ان الكورس غير مقيد بمنهج دراسي معين، ولكن انت مثلا لو افترضت ان انت في الثانويه العامه وبتدرس مصفوفات مثلا،
هتلاقيني شارح المصفوفات بكافة جوانبها، هتلاقيني جايب أمثلة تغطي الدرس كله على بعضه، بمعنى إن أنت لو جيت سمعت الفيديو هنا هتلاقي إن شاء الله اللي يفيدك في المنهج بتاعك. ولكن كذلك الأمر لو حد مثلا في كلية تجارة بيدرس المصفوفات، برضه نفس الكلام، هيجي يسمع الفيديوهات هيلاقي إن شاء الله اللي هو عايزه فيها. فبالتالي الكورس غير مقيد بمنهج دراسي معين. تعالوا نشوف مع بعض علم الجبر تاريخه بدأ منين. هو نقدر نقول ان علم الجبر ملوش تاريخ محدد للبداية، لان انتوا عارفين اي علم من العلوم بيبدأ بفكرة، بعد كده بيبتدي كل عالم على مر العصور بيضيف على الفكرة ديت مجموعة من الملاحظات او مجموعة اخرى من الافكار، وده اللي بيخلي العلم يفضل في تطور مستمر. علم الحساب عامة بدأ من قبل الميلاد، وبعد كده ابتدى يتطور لحد لما وصلنا لواحد من العلماء المهمين جدا في علم الجبر بشهادة كل الناس بتوع الرياضيات، اللي هو محمد ابن موسى الخوارزمي. الراجل ده استفاد باللي أنتجته الهند في الرياضيات وبالأعداد اللي هم حطوها، وابتدى يعمل لنا كتاب وسمى الكتاب ده الجبر والمقابلة، حط فيه ملخص علم الجبر. والكتاب ده هو الأساس اللي قامت عليه كل فروع الرياضيات الحديثة، حتى إن الأوروبيين في الوقت ده ما كانوش بيستخدموا الطريقة اللي حطها محمد بن موسى الخوارزمي، وبالتالي كان عندهم صعوبة جدا في إجراء العمليات الحسابية وفي إجراء أو حل المشكلات الرياضية. محمد بن موسى الخوارزمي ابتدى يحط الكلام ده في منهج علمي واضح، ومش بس كده، ده الراجل كان بيستعين بأمثلة من الواقع من الحياة اللي الناس عايشاها في عصره علشان يحل مشكلاتهم بطريقة رياضية. ومن أبسط الحاجات أو من أشهر الحاجات اللي اتكلم عليها الراجل ده في الموضوع ده، اللي هي موضوع المواريث بتاعتنا احنا كمسلمين، إن الراجل اللي ابتدى يحط بعض القواعد الرياضية اللي يقدر من خلالها يحل مشكلة المواريث بسهولة. وكذلك في مشاكل تانية زي مشاكل البيع والشراء وزي مشاكل حساب النسب المئوية وغيره، فالراجل حط لنا أسس أو أساسيات لعلم الجبر. الكتاب بتاعه الأوروبيين طبعا وصل لهم الكتاب ده بعد كذا قرن، وابتدوا يستخدموه في تطوير الرياضيات. طيب ده كده كان نبذة سريعة جدا على تاريخ الجبر، واحنا طبعا ما يهمناش الموضوع ده تفاصيله كتير، علشان كده انا اختزلته في الجزء اللي انا قلته لكم ده، وده احنا مش عايزين اكتر من كده في الجزئية دي. احنا ان شاء الله هنتكلم على مجموعة من المواضيع اللي انا عرضتها عليكم قبل كده في الجزء ده كده، اللي هو المواضيع اللي احنا هنتكلم عليها. وزي ما قلت لكم اي مواضيع اخرى في علم الجبر هتضاف، ده بس دي المواضيع الرئيسية، لكن في مواضيع تانية ان شاء الله هتنضاف طول ما احنا ماشيين بنشرح في الكورس بتاعنا. بالنسبة بقى لطريقة شغلنا، فأنا قلت لكم إن شاء الله قدر الإمكان هنحاول نوصل المعلومة بطريقة مفهومة، وقدر الإمكان هنحاول نجيب أمثلة من الواقع، وقدر الإمكان هنحاول نوصل الهدف من الدرس. طيب تاني حاجة احنا هنعتمد عليها في شغلنا إن شاء الله، اللي هو إن احنا هنشتغل بالرموز الإنجليزية وليست العربية، بمعنى احنا بدل ما نكتب سين هنكتب إكس، بدل ما نكتب صاد هنكتب واي. ده الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله، وده مهم جدا حتى لأي واحد عايز يبحث في الرياضيات او عايز يتعلم رياضيات، لان اغلب العلم دلوقتي موجود باللغة الانجليزية، وبالتالي انت لو في موضوع معين بحثت عنه ما لقيتش حد بيشرحه بالعربي، في الغالب هتروح تبحث هتلاقي ناس كتير جدا شرحها بالانجليزي وهتلاقي الرموز بتاعتهم انجليزي، فاحنا هنعتمد على الرموز باللغة الانجليزية في شرحنا. طب هل ده معناه ان اللي بيدرس رياضيات في العالم العربي بالرموز العربية مش هيفهم او الكورس ده مش هيفيده؟ اطلاقا، الكورس ده هيبقى مهم جدا له ان هو يفهم الهدف، وفي نفس الوقت الموضوع صعب سهل جدا ان انت تستوعب ان الاكس هي سين وان الواي هي صاد، الموضوع مش صعب، واحنا عندنا الرياضيات كلها رموزها بسيطة مش صعبة او مش معقدة، حتى في المحددات احنا بدل ما هنكتب الارقام بالعربي هنكتب الارقام بالانجليزي، فمش فارقة، المهم ان انت تفهم الاساس كويس جدا وتقدر تستخدمه في المنهج الدراسي اللي انت بتدرسه. ده كده كان مقدمة سريعة على الكورس بتاعنا، إن شاء الله نشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي اللي هنتكلم فيه على أول موضوع عندنا، وهو مجموعات الأعداد. مجموعات الأعداد أغلبكم يعرفها، ولكن إحنا هنجمعها في فيديو مختصر نوضح الهدف منها ورمز كل واحد فيها وإزاي بنتعامل معاها وإيه فايدتها، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.